عروض ضوئية ساحرة تضيء عتمة الليل في جزيرة اللولو بأبوظبي. ابتكرها فنانون محليون وعالميون كجزء من معرض منار أبوظبي الذي يعرض مجموعة من الأعمال الفنية الجديدة والمنحوتات المضيئة والتماثيل والعروض الضوئية من إبداع فناني من الإمارات والعالم، وذلك في مواقع رئيسية بالإمارة منها جزر اللولو والسعديات والجبيل والسمالية والفاهد ومناطق الكورنيش والقرم الشرقي. أما في جزيرة اللولو يستطيع الزوار التوجه إليها بسهولة عبر ركوب القارب لمشاهدة الأعمال الفنية التي تمتد على مسافة 2.3 كيلومتر وتتضمن تركيبات فنية مختلفة عبارة عن عروض ضوئية تفاعلية لتقدم رحلة تشويقية يمكن تجربتها قبل اختتام المعرض نهاية الشهر الجاري.